جدو، أشتي لما أكبر أكون طبيبة عشان أنقذ الناس من كورونا. بإذن الله في المستقبل يا بنتي، واليوم كلنا نتمنى نكون أطباء لأنهم هم الأبطال الحقيقيين رغم المخاطر والصعوبات. ليش مخاطر وصعوبات يا جدو؟ مواجهة هذا الوباء صعبة يا بنتي، لأنه جديد وغريب وسريع الانتشار، والصعوبة أكبر في بلادنا لأن القطاع الصحي يمر بمشاكل وظروف صعبة. رغم كل هذا يا بنتي، إحنا واثقين جدا في كفاءة وجدارة الممرضين والأطباء اليمنيين، ومؤمنين بوعيهم وإدراكهم لحجم الخطر، وسنساندهم وندعمهم كلنا في هذه المرحلة وفي كل المراحل، وربنا يحميهم ويحمي الجميع ويحمي الوطن.